قام سمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بزيارة إلى منشأة الإسناد البحري البريطاني في ميناء سلمان، وكان في استقبال سموه قائد العنصر البحري البريطاني العميد إدوارد ألغرين وقائد القاعدة العسكرية المقدم بحري غاري ويتي. وخلال الزيارة قام سمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بجولة في مختلف أقسام المنشأة، بالإضافة لجولة على سفينة صاحبة الجلالة HMS مونترز بقيادة القبطان بول أورفين، حيث اطلع سموه خلالها على ما تحتويه من منظومات متطورة ومعدات حديثة وتقنيات متقدمة. وقد شهد سموه خلال هذه الزيارة عرضا لتدريبات عسكرية أجرتها مشاة البحرية الملكية البريطانية. وأشاد سمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بما تتميز به العلاقات البحرينية البريطانية من عمق ومتانة للروابط الصداقة التاريخية وتعاون استراتيجي بين البلدين الصديقين، منوها سموه بحرص البلدين على تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات لا سيما المجال العسكري. We'll be right back.